حمام من عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه الأول والتي كانت محور انتقالي في حياتي، حيث أنها عرضتني لشتى أنواع التحديات، بداية من مرحلة اختيار الكتب وقراءتها وفهمها وتلخيصها، نهاية بالتنافس للحصول على لقب بطل الأردن. أنا مستعدة تماما للنهائيات، فثقتي بالله كبيرة، أريد أن أخوض التحدي وكل إيمان بأن الفوز حليفي. كما قال الشافعي، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهل الليالي. وإن لم يكن الفوز حليفي أفرح لمن ناله، لأن كل شخص وصل إلى هذه المرحلة هو حقا فائز. شكرا.